شرف حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه حفل زواج سعادة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة حفيد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وذلك مساء اليوم بقصر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في الرفاع. كما حضر الحفل الأنجال الكرام وكبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار الضيوف والمدعوون. وقدم جلالة الملك المفدى التهاني والتبريك إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وإلى معالي الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة وإلى سعادة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة بهذا الزواج المبارك الميمون، متمنيا جلالته للشيخ خليفة حياة زوجية سعيدة مقرونة بالرفاه والبنين. وقد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر عن خالص الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على تهاني جلالته ومشاعره الطيبة النبيلة، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المفدى ويرعاه ويديم على جلالته موفور الصحة والسعادة.